يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وفقره اخباريه رياضيه جديده من قناتكم المفضله دائما قناه النادي الاهلي. طبعا كالعاده اكيد هيكون معانا اخبار كتير، اكيد اخبار تخص الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي وكل ما يخص النادي بشكل عام، وايضا اخبار محليه واخرى عالميه، وبالتحديد بطوله كاس العالم واللي تعتبر بطوله مثيره جدا ومن احسن البطولات من الناحيه الفنيه بالتحديد. بنشوف مباريات كبيره جدا، اخرهم طبعا مباراه النهارده سواء مباراه فرنسا والارجنتين والمباراه اللي شغاله في الوقت الحالي ما بين اوروجواي والبرتغال. لكن خلينا كالعاده نبتدي باخبار النادي الاهلي. يمكن الخبر الاول معانا وهو يخص الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، واللي هيسافر ان شاء الله خلاص بعد غد لسلوفينيا، طبعا من سلوفينيا لكرواتيا عشان يبتدي معسكره الخارجي والمرحله الاخيره من فترة إعداد النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد، واللي هو أكيد موسم غاية في الأهمية، خصوصا أنه فيه الكثير من التحديات المهمة جدا بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبالتحديد اللي هيبتدي بيه النادي الأهلي هي بطولة دوري أبطال أفريقيا والعودة لهذه البطولة من الجولة الثالثة في دوري المجموعات، ومباراة فريق تاونشيب يوم 17 إن شاء الله في استاد برج العرب بالإسكندرية، واكيد طبعا هتكون مباراه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي عشان من خلالها يتدارك الاخطاء او عدم التوفيق بالتحديد اللي حل في الفريق مع بدايه هذه البطوله، وبالتحديد بدايه دوري المجموعات تعادلنا المباراه الاولى وخسرنا المباراه الثانيه، فبالتالي مهم جدا جدا للنادي الاهلي ان هو يقدر يفوز في المباراتين، سواء مباراه تاونشيب الاولانيه يوم 17 ومباراه تاونشيب الثانيه في بوتسوانا يوم 27، هيكونوا حاسمين جدا جدا في مشوار النادي الاهلي الافريقي، واللي اكيد كل جمهور النادي الاهلي يعني بيأمل بشكل كبير ان الفريق يستعيد هذه البطولة الهامة جدا جدا بالنسبة للنادي الاهلي، وهو المطلب رقم واحد دايما عند جمهور النادي الاهلي. بالتالي الفريق هيسافر ان شاء الله خلاص بعد بكره، السفر هيكون في تمام الساعه 6 مساء من خلال طياره خاصه، وخصوصا ان مفيش خطوط مباشره من هنا لسلوفينيا. الفريق هيوصل ان شاء الله بعد 4 ساعات بالتحديد لسلوفينيا، من سلوفينيا هياخد اتوبيس يوديه على كرواتيا وهو مكان المعسكر. المكان بالظبط هيكون على الحدود ما بين كرواتيا وسلوفينيا، يعني يعتبر داخل دوله كرواتيا، والاهلي اكيد هيكون عنده خلال المعسكر ده اللي هيستمر على مدار 8 ايام، يعني من يوم 2/7 لغايه يوم 10/7، ده فتره المعسكر الخاص بالنادي الاهلي المعسكر الخارجي. هيكون في مباراتين، مباراه يوم 5 ومباراه اخرى يوم 9، واللي هينهي بيها النادي الاهلي استعداده للموسم الجديد. بالمناسبه هيكون في فريق من الفرقتين الاهلي هيلاعبهم، هيكون فريق قوي جدا وهيشارك في دوري ابطال اوروبا، بيتم التنسيق في الفتره دي، بس بنسبه كبيره ان شاء الله النادي الاهلي هيستعد من خلال المباراتين دول طبعا بشكل كبير وقوي للمرحله المهمه المقبل. فبالتالي خلاص زي ما احنا اتكلمنا هيكون النادي الاهلي متواجد ان شاء الله بدايه من بعد غد كبدايه للمعسكر الخارجي والمرحله الاخيره بالنسبه للنادي الاهلي في فتره اعداده للموسم الجديد. كل اللاعبين هيسافروا في معادة اللاعبين الدوليين اللي هيلحقوا بالبعثه ان شاء الله على يوم 5 من الشهر القادم، وهيلحقوا اربع ايام تقريبا او 5 ايام من نهاية المعسكر عشان ينضموا للاستعدادات النهائية للموسم الجديد. وأكيد اللاعبين الدوليين مهمين جدا بالنسبة للنادي الأهلي، سواء ال6 لاعبين اللي كانوا متواجدين مع المنتخب الأول في بطولة كأس العالم، أو حتى علي معلول كمان اللي كان متواجد أكيد مع فريق او مع المنتخب التونسي في كاس العالم. وبالمناسبه طبعا ان شاء الله قناه النادي الاهلي هتنقل لكم كل كواليس المعسكر ان شاء الله في كرواتيا. اكيد ده كان